بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوكم الأستاذ غازي من ولاية أضرار يخاطبكم أيها الإخوة والأخوات. يا شعب الجزائر، هناك واجبات علينا أن نؤديها، وهي مصلحة البلاد والعباد. بلادنا اليوم أصبحت في يد أناس لا دين لهم ولا أخلاق لهم ولا وطن لهم إلا مصالحهم الخاصة. في اليوم أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نقف وقفة رجل واحد لنجاح هذا الوطن العزيز، وهو بلادنا الحبيبة. اليوم أيها الإخوة والأخوات، بلادنا الجميع يرى ويسمع ما يقع في وطننا العزيز. الخيرات، بلادنا مملوءة بالخيرات، ولكن الشعب فقير، وما أفقره هو التسيير الخاطئ، هو الذي أفقر البلاد والعباد. أيها الإخوة، أخوكم الأستاذ غازي يخاطبكم من ولاية أضرار، وأقول سكان ولاية أضرار من التسعينيات وهو يطالبونني بالترشح للبرلمان، وأنا كنت أرفض، واليوم قررت بأن أترشح إن شاء الله في التشريعيات الآتية، لأن سكان الولاية رأوا في ما هو واجب علي، وهو الإرادة والشجاعة والعزم، ودائما يعرفونني في الإذاعة المحلية والوطنية والدولية، دائما أطرح مشاكل المواطنين وأوجه نصائح للمواطنين، و95% في المشاكل حلت على يدي والحمد لله. واليوم أقول لسكان الولاية، ستجدون كل ما تريدونه مني، لأني والحمد لله أنا يعرفني الخاص والعام بأني دائما وقررت وأنا دائما واقف في مصلحة البلاد والعباد، وعاهدت الله على أن أبقى دائما ما دمت حيا في مصلحة البلاد والعباد إلى أن ألقى الله. واليوم إخواني وأخواتي، أقول لكم كل ما تريدونه مني إن شاء الله سألبيه لكم، لأني والحمد لله الله سبحانه وتعالى امتن علي بالشجاعة والإرادة والعزم أكثر من غيري. فاليوم أقول لكم إن شاء الله كل طلباتكم سأنفذها، لأني أرى بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لأن المسؤولية هي أمانة في أعناقنا جميعا، وهي مصلحة البلاد والعباد. فاليوم أقول يا سكان الجزائر، أعرفوا يقينا بأن وطنكم أغناه الله سبحانه وتعالى، وفيه من الخيرات ما ليس في غيره، ولكن هذه السلطة من الستينات وهم يتلاعبون بالمسؤولية، وكلكم ترون ما يقع في الجنوب الجزائري. خير الجزائر كله في الجنوب، ولكن فقراء الجزائر كلهم في الجنوب، لأن الجنوب اليوم يعرف الخاص والعام بأن لا سكن، لا عمل، لا زواج، لا غاز، جميع الضروريات محرومة من الإنسان في الجنوب. وأضرار فيه من المحروقات من الغاز والبترول أكثر من قطر وأكثر من السعودية، ولكن لا زال إلى يومنا هذا عندنا أكثر من 60% لا زالوا يطبخون طعامهم على الحطب، لأن هذه السلطة لا يريدون أن يؤدوا ما هو واجب عليهم. فاليوم أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، اليوم أصبح مفروض علينا بأن كلنا نرى بأن العالم يضحك علينا، لأن كيف يلي العجب رجل نراه هو ميت ليس حيا ويقود 40 مليون؟ هذا شيء غريب وعجيب، لأن هذا الشيء لم يقع في أي دولة في العالم، في أي دولة في العالم إلا في الجزائر. وهم يخوفون الشعب الجزائري بليبيا وسوريا واليمن، وهذا كله نحن اليوم تجاوزناه. كنا في التسعينيات مع الإسلاميين، جميع المحارم كانت ممنوعة ولا توجد في الجزائر، واليوم كلكم ترون بأن
الدعارة أصبحت مباحة في الجزائر، الخمور أصبحت مباحة في الجزائر، السرقة أصبحت ممنوعة منشورة في الجزائر، وسبب ذلك هي السلطة الفاجرة الظالمة الخائنة، لأن اليوم الجميع يرى بأن اليوم من تسبب في هذا هما رجال الدين ورجال القانون. رجال الدين يتلاعبون بالدين، ورجال القانون يتلاعبون بالقانون، ولا يبالون بما هو واجب عليهم على الإطلاق. واليوم نقول لهم كفاكم كفاكم أيها الخونة، اتركوا السلطة. عندنا في الجزائر من يستطيع حمل هذه السلطة؟ واليوم أقول لسكان الجزائر، يلي العجب، من الستينات إلى يومنا هذا الجنوب الجزائر لم يتحصل على وزير الطاقة، لأن المحروقات كلها في الجنوب. لماذا لا يكون وزير الطاقة من الجنوب؟ لماذا المعهد الموجود في بومرداس الذي يكون الإطارات للطاقة لماذا لا يكون في ورقلة أو في أضرار؟ ما هو السبب أيها الناس؟ أنا أقول هذه السلطة لا تبالي بما يفعل البلاد والعباد على الإطلاق، ولا يبالون إلا بكراسيهم، وهم يموتون على كراسيهم ولا يبالون بما هو واجب عليهم على الإطلاق. ولكن اليوم الشيء كله يبقى في الشعب، على الشعب أن يتحرك ويزيل هؤلاء المفسدين، لأن بلادنا بخير والحمد لله. ولكن لماذا نرى العالم كله يتنعم بكل حرية، يتنعم بالخيرات، ونحن محرومين من كل شيء، محرومين من جميع الضروريات؟ ليست هناك في الجنوب من يقول بأن المواطن يتنعم بخيرات بلاده، ولكن هو محروم بخيرات بلاده ولا يتحصل على أي شيء، لا عمال، لا زواج، لا زكاة، لا غاز، لا أي شيء، هو محروم من جميع الضروريات. فلذلك أقول للشعب الجزائري، اليوم أصبح مفروض عليكم أن تتحركوا وتزيلوا هذه السلطة الخائنة الظالمة الفاسدة. اليوم العالم كله نراه يتنعمون بجميع خيرات بلادهم، ونحن بلادنا مملوءة بالخيرات، ونحن محرومين من هذه الخيرات بسبب هذه السلطة. وأنا أنصحكم أيها الجزائريون، وأقول لكم اليوم، العصا في يدكم، العصا في يدكم، تحركوا وانتفضوا واهبطوا للشارع وأسقطوا هؤلاء المفسدين، لأن بلادنا والحمد لله العالم كله يقولون لماذا الشعب الجزائري يذهب إلى أوروبا وبلاده غنية؟ أولاد الجزائر يموتون في البحر وهم يهربون من بلادهم الغنية ويذهبون. اليوم جميع الدول الإفريقية موجود فيها الجزائريون تركوا بلادهم الغنية وذهبوا إلى أفريقيا الفقيرة. لماذا؟ لأنهم لا يتنعمون بأي شيء في بلادهم على الإطلاق. بلادهم اليوم يسيطر عليها الخونة، الزنادقة، الفجار، الفساق، الظلمة. اليوم يا شعب الجزائر، أعلموا يقينا بأنكم ستموتون وستحاسبون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الوطن من الإيمان. هذا وطنكم، لا وطن لكم إلا هذا الوطن. كفاكم من النوم الطويل، كفاكم من النوم الطويل، استيقظوا من نومكم الطويل. فنحن اليوم واقفون وصامدون، وسنبقى نضحي إلى أن نلقي الله. فنحن لا نقبل بأي حال من الأحوال أن نعيش على هذه الحالة الدنيئة الحقيرة. هؤلاء يقولون لنا لا نترك السلطة إلا بالموت، فنحن نقول لهم سنزيلكم إن شاء الله، سنزيلكم، لأنكم أفقرتم الجزائر الغنية، أحقرتم الشعب الغني المفضل المحبوب، أنتم الذين أفقرتم هذا الشعب. يا للعجب، الملايين كنا في التسعينيات مع الإسلاميين حاربوا جميع الآفات الاجتماعية كلها حاربوها، وجاءت هذه السلطة وأزالت هؤلاء المصلحين، هؤلاء الصلحاء، هؤلاء الذين يطبقون قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاءوا هؤلاء وأزالوا هؤلاء الصلحاء. فنحن اليوم نقول لهم
كفاكم كفاكم، اتقوا الله واعلموا بأنكم ستموتون وستحاسبون. وأقول يا شعب الجزائر، نحن اليوم نقول لكم، نحن هنا موجودون في الجزائر ونناضل ونناضل ونحارب هؤلاء المفسدين، فعليكم أن تقفوا وقفة رجل واحد لكي تتنعموا في بلادكم الغنية وتزيلوا هؤلاء المفسدين، هؤلاء الذين هربوا جميع أموالنا إلى سيادهم الأوروبيون. فنحن اليوم نقول لكم يا شعب الجزائر، عليكم أن تنظروا إلى جيرانكم. المغرب بجوارنا فقيرة، تونس فقيرة، ولكن يعيشون أحسن منا 100%، لأن السلطة عندهم لم تكن كهؤلاء الذين موجودون في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله.